ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم على نصايح مهمه جدا لاصحاب برج القوس لشهر، مش لشهر، للشهور او الست شهور اللي جايين، يعني النص الثاني من عام 2021. النصايح دي فعلا هتكون مفيده جدا، يا ريت ان انتوا تسجلوها في نوت عندكم لانها فعلا هتخدمكم كتير. كل ما ترجع لنقطه معينه تعرف ان ليها اهميه كبيره قوي، وهحدد لكم فتره معينه لازم تكونوا حريصين فيها. بالنسبه بس في البدايه احب اشكر كل حد بعت لي او رساله او حاول يتواصل معايا بشكل مباشر، والناس اللي حاولت تتواصل معايا بشكل مباشر، يعني مباشر او غير مباشر، بالنسبه لي انا بشكركم جدا جدا. بشكر كل حد دعا لوالدتي، بشكر كل حد حاول ان هو يصبرني قد ايه فعلا كلامكم يعني اثر فيا بايجابيه كتير، قد ايه كتير الناس اللي حسيت فعلا ان انا قريبه منهم، وفعلا لان انتوا قريبين مني، وده سبب من الاسباب اللي خلتني ان انا اكون معاكم، ان انا ارجع ليكم. طبعا ما كانش ليا نفسي ان انا اعمل اي حاجه، بس كتير منكم قال لي ان انا ارجع، وكتير من الناس اللي حواليا قال لي لا ان انا لازم اكمل، وفعلا انا شايفاها انها خطوه كانت لازم انها تتاخد لانها تكون افضل كتير واحسن كتير، يعني مع الوقت لازم ان انا اعمل ده. مهم، انا بشكركم جدا جدا. تعالوا بس نتكلم على النصايح. النصايح برج القوس، اول حاجه لازم اقولها لك ان في فتره كده لازم تكون واخد بالك منها قوي وحريص كل الحرص. الفتره دي اللي هي من يوم 11 سبتمبر لحد يوم 5 اكتوبر، دي فتره تخلي بالك جدا جدا من الناس اللي هي الناس المرتبطين او في الامور العاطفيه، يعني تخلي بالك من الناس اللي بتحاول تلسن عليك بكلام مش لطيف، خلي بالكم كتير من العلاقات المزيفه، خلي بالكم كتير من الاشخاص اللي يقولك انا بحبك قوي وممكن يكون ما بيحبكش. حاول تعرف الشخص اللي قدامك بيحبك ولا لا، بيقدرك ولا لا، ما تبقاش انت مرمي عليه قوي. حاول على قد ما تقدر ان الشخص اللي قدامك انك تحافظ برضو عليه، لو هو شخص يستاهل تحافظ عليه من الناس اللي هي بتسير السلبيه وبتسير السمعه السلبيه لحد او لطرف منكم عشان تخرب العلاقة دي. فكونوا حريصين كل الحرص على الأمور العاطفية. عندك فترة شهر نوفمبر، فترة لازم تكون حريص برضو جدا جدا فيها، بأول النص الأول من شهر نوفمبر تكون حريص في أن أنت تخلي بالك من برضو من حد بيحاول ان هو يضربك في الوضع المهني. لو انت شغال في حاجة ليها علاقة بالشهرة، حاجة ليها علاقة بالسوشيال ميديا، حاجة حد معروف ايا كان في مجال ايه، هيكون عندك حد بيحاول انه يسيء لسمعتك، يسيء لمجالك، يسيء لتصرفاتك، يسيء لخطواتك، فلازم تكون حريص جدا من الفترتين دول. طيب بالنسبة لي نقطة تانية مهمة، عندك حاجة ليها علاقة بالكره والغل، ما اللي بيطلع عليك كلام هو اصلا كرهك وعنده غل كتير، ده بيصنع الحسد، بيصنع الطاقة السلبية اللي بتأذيك انت نفسك، تأذيك يعني تأذيك انت نفسيا. فلا، لازم تكون حريص قوي، حريص قوي على تحصين نفسك، حريص قوي على ان انت تبعد عن الناس دي، تبعد عن الناس الغل الحقد، حاول تقرب بس من الناس اللي بتحبك. انت عندك اشخاص كتير بيحبوك يا برج القوس، عندك ممكن يكون اهلك، ممكن يكون حد من المقربين ليك ايا كان، فعندك اشخاص بيعزوك بيحبوك، حاول تقرب منهم حتى لو ممكن يكون في ما بيننا التفاهم مفقود شويه، الى ان حاول توصل لنقطه تلاقي افضل، حاول توصل لحاجه متميزه اكتر. عندك الجو يعني حلو، حلو فعلا ان انت تعمل لم شمل وترابط وعائله وصداقه، حلو. حاول تقرب من الناس دي لان هما ليك اضافه نفسيه واضافه من حيث الفكره، بيزودوك بافكار، بيبدا ان هما عندهم حته، عارفين اللي هو بيدولك شيء كده تستطلع عليه الدنيا او تستطلع عليه الجو، فلازم تكون حريص جدا جدا يا برج القوس في النقطه دي. تخلي بالك من الناس اللي بتحسد، من الناس الغلاويه، وفي نفس الوقت انك تقرب للناس اللي بتحبك. عندك انك يجب الالتزام بالخطوات الهاديه، يجب الالتزام بدراسه الامور، بان انت تتعامل بطريقه عقلانيه اكتر. خلي بالك كتير يا برج القوس من ان انت تكون بتتعامل مع حد، بتتعامل مع حد والحد ده طبعه هادي، طبعه بيميل الى البرود، وبيحاول ان هو يعمل لك جذب الحاجه، بيحاول ان هو يعني يمص دمك في حاجه، خلي بالك قوي من الناس دي. عشان كده انت لازم تتعامل بهدوء، بتفكير، بعقليه مع كل المواقف، لانك هتقابلك الناس اللي انا بقول لك عليها، هم اللي هيتعاملوا معاك بطريقه هاديه. فخلي بالك ان طريقه الهدوء دي بتخليك ان انت يعني فاهم، انت بتتراجع كده ناحيه انك تسمع ليهم قوي وتروح ليهم وتتجه ليهم قوي. لا، خلي بالك قوي من الناس دي، وخليك انت اللي تتعامل بطريقتهم.
اما بالنسبه لي النصيحه الثانيه، عايزه اقول لك ان انت حاول تكسب الناس اللي حواليك، ما تحاولش تخسرهم، ابعد عن الانتقاديه، ابعد عن الاستفزاز، عن اثاره المشاكل. في برضو يعني حاجه تانية مهمه جدا جدا، ابتعد عن نقطه التاجيل. يعني ما بلاش ان انا اقول لا بكره اعمل ده، بكره لا اعمله بعده، لا استنى بس مش دلوقتي، لما اشوف مش عارف ايه، لما اوصل لايه، لما اعمل ايه. لا، لازم تكون حريص كل الحرص على النقطه دي، على انك ما تاجلش، ما تأجلش وما تتسرعش، لأنك متسرع برضو. عندك خلال الفترة اللي جاية في وقت هتكون متسرع فيه قوي، وفي وقت انت هتكون بتأجل بتأجل بتأجل. لا، خلي بالك جدا، لا التسرع إيجابي ولا التأجيل إيجابي، بل بالعكس خليك كده في الوسط. حاول تستشير حد، حاول ان انت تشوف مش عارفة دماغ مين، وتشوف افكار وتجمع افكار، وبعدين اقعد ورست الدنيا وفكر بشكل ايجابي. اما بالنسبة لي النصيحة برضو المهمة، انت محتاج جدا تعمل تغيير، محتاج كتير ان انت تغير في شكل، في ستايل، في ديكور، في بيتك، منزلك. فانت محتاج جدا جدا تعمل حالة من التغيير، لان ده هيعمل اضافة نفسية كبيرة قوي. ان انت تغير في شكل، في الوان، في الكلام ده كله، بيعمل لك طاقة حلوة، بيعمل لك جاذبية، بيعمل لك تألق، بيعمل لك ان انت تثق في نفسك. التغيير بيخلي برج القوس يثق في نفسه على فكرة، او بيزود ثقته في نفسه. فعندك اعمل كده، يعني اعمل ده. حاول على قد ما تقدر انك ما تسمعش من حد على حد. انت شايف ايه؟ انت شايفه ايه؟ شايفه ان الفلانه دي وحشه، شايفه ان الفلان ده كويس، شايفه. فحاولوا على قد ما تشوفوا انتوا شايفين ايه. المواقف هي اللي تحكم، مش الكلام من الاخرين يحكم، ولكن الكلام من الاخرين يخليك ان انت بس تخلي بالك لو حاجه مثلا ممكن تقع فيها. لا، تخلي بالك لحد ما تعرف الشخص اللي قدامك، لكن غير كده ما تسمعش كلام من حد. بالنسبه لبرج القوس، عندك وقت حلو انك تبتدي بمشاريع، انك تنطلق، انك تاخد خطوات مهمة جدا جدا، وده بالنسبة لك في اواخر يوليو واول شهر، لا في اواخر اغسطس واول سبتمبر، وشهر ديسمبر من احسن الشهور بالنسبة لك يا برج القوس. برج القوس، بتمنى كتير ان انا اكون فدتكم، بتمنى كتير ان النصايح دي انتوا تكونوا واخدين بالكم جدا جدا منها، لان فعلا مفيدة وهتفيدنا كتير الفترة اللي جاية، خاصة ان انا حاولت احدد لكم فترات. لكن لو قعدت احول او احدد فترات بشكل اكبر من كده، وكل نقطة احدد فيها فترات، فانا اكيد مش هخلص. طبعا النصايح الشهرية بتكون اكبر او احسن او افضل، بس دول اللي احنا محتاجين نركز عليهم طول فترة الست شهور اللي جايين. وطبعا ما تنساش ان انت تكون واثق في نفسك اكتر، واثق في ربك اكتر واكتر، بان انت اقوى وافضل، وتقدر تتعدى مراحل كتير بالايجابية. بشكركم جدا، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. سلام.